وما لو سمعت الباقي. قول براحتك أنا سامع. هناك لحظة حاسمة وستكون القاسمة. تذكر جيدا البلاغ الذي أبلغك به غريب زيدان. ستزلزل الأرض زلزالها وستخرج أثقالها وسيكون الحكم لله. ما هو الحكم لله؟ أمال مين؟ كل شيء بأمر الله؟ أخرجني. أخرجك إزاي يعني؟ إذا كنت ترى أن الحكم لله اعتذر وقبل يدي وأخرجني. ماشي هتخرج يا أستاذ غريب، بس في الأول كام حاجة لازم تجاوب عليها. في أوامر بخط إيدك ورسومات ومواقع متحددة. جاوبنا على الأسئلة دي إجابات مقنعة وأنت هتخرج على طول. شفت لمن الحكم؟ اسمع، عشان ترتاح. أنا لا أؤمن بك، أنا أؤمن بالله الواحد الأحد العدل القيوم، وأنا أرى أنك لا تستحق الحياة، وأنك جزء من منظومة فاسدة أمر أولادك وبهم. سواء كنت في قبضتك أو خرجت، في كل الأحوال أنت عدوي. أنا غريب زيدان، لا نفقك ولا أشتري منك الحياة. وحكم الشرع فيك الموت. عاوز حاجة قبل ما أروح سنسنتي؟